السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير في أحسن الأحوال. اليوم جيتكم بواحد الطويجين في هذا البرد هذا، جيتكم بواحد الطويجين ديال الكفتة والبطاطا والبيض، تيجي غزال وكيجي زوين. ولا ما كانش عندكم الكفتة ما ديروهاش، ديرو عير البطاطا والبصلة والبيض والمطيشة معانا حتى هي. دابا غادي ندوزو للمقادير. المقادير هنا بسيطة، عندي هنا زوج بصلات قطعتهم هكايا ها طروفة كبار، وعندي هنا البطاطا حتى هي قطعتها هكا باش ديال الزربة، هاد الطاجين يطيب لنا بالزربة. ومطيشة حتى هي غنقطعها طري دويورات ان شاء الله. وعندي الابزار، عندي الكامون، عندي السكينجبير، عندي البابريكا ولا التحميرة، عندي الخرقوم، عندي الثوم. واخا ما يكونش عندكم ثوم بودرة ديروا الثوم الاخر، انا غير عجزت باش نحكها. عندي القزبر اليابس لما كانش عندكم استغناو عليه، عندي الزيت، عندي الملح على حسب الذوق. وهنا عندي الكفته، كفته اي كفته كانت عندكم ديروها، الا ما كانش عندكم الكفته تتستغناو عليها، الا ما كانش عندكم الثومه كتستغناو على اي حاجه كتستغناو عليها، يعني على البطاطا والبصله وديروا عليهم بيضات من الفوق. صافي دابا غادي نشعل البوطه هنا، غادي نقلي هذه البصله. غندير واحد شويه ديال الخرقوم كما عودتكم، ديما الخرقوم هو الاول. غادي ندير الزيت، زيت المائده، غندير 4 المعالق هكاك ديال الزيت، وغندير الملحه على حسب الذوق. صافي غادي نحركها وغادي نخليها تقلات تقلات تهبط مزيان هاد البصله حتى تقلى معانا تقرب الطيب. وعاد باش غادي ندوزو باش نديرو ديك البطاطا وديك الشيء، غنخليو هاد البصله تهبط وغادي نرجع معاكم. ما حد هذيك البصله كتقلى غادي ندوز نتبل معاكم هاد الكفته. غندير فيها شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكامون والبابريكا والكامون وداك القزبر اليابس. صافي وغادي نعجنها، ما ندير فيها لا زيت لا والو، غادي نعجنها هكا. وشويه ديال القزبر، القزبر والمعدنوس راني نسيت ما ذكرتوش ليكم، راه حتى هو كاين في المقادير. نديرو هنا وغنديرو حتى في الطاجين ان شاء الله من بعد ما يتقلى ليا ديك البصله. صافي وغادي نعجنها مزيان هاد سميتو. لا كان عندكم الخبز هذاك اليابس ديروا واحد المعلقه فيه، ما كانش عندكم الخبز ديروا واحد البابه، شدوا على البابه فزقوها وديروها، فزقوها بالماء وديروها، راه كتجيب الكفته زوينه. ها انتم راه شديت انا واحد البابه صغيره فزقتها وغنديرها حتى هي مع الكفته. كتخلي لها الفورمه ديالها، ما كتخليش داك الكفته كتدير كتجمع كتعطي واحد اللذة زوينة. حتى داك الخبز المحمص كيجي معاها زوين. صافي وغادي نخليها على جانب، او غندير فيها حتى الملحة، راني نسيت الملحة، غندير فيها حتى معلقة ديال الملحة على حسب الذوق. صافي وغادي نعجنها مزيان ونخليها على جانب تتقلى ليا ديك البصلة. وهنا من بعد ما تقلات هاد البصله هبطات، غندير شويه العطريه، شويه ديال البابريكا، شويه ديال السكينجبير، الخرقوم راني درتو، غندير شويه ديال الكامون، الابزار، غير شويه شويه ما تقولش، شويه ديال القزبر اليابس، وشويه ديال الثوم. الثوم راه كيجي مع البيض زوين، كيجي تعطي واحد المذاق غزال. صافي وغادي نقاد هذه هكا ها، وغادي ندوز ندير هاد البطاطا. البطاطا نصفيها ونديرها، غنديرها هكا دويورات هكا.
صافي انا غنكمل هكا وارجع معاكم. هنا من بعد ما كملتها غندير واحد الكويس ديال الماء باش طيب لنا ديك البطاطا صافي. وغادي ندير واحد شويه العطريه هنا الفوق باش تجي لنا حتى النسمه ديال العطريه فوق هذه البطاطا. شويه ديال سكينجبير، شويه ديال البابريكا، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبر اليابس هكا، اوه في الاخر شويه ديال الثوم هكا، ثوم بودره. الا ما كانش ثوم بودره ديروا ثوم اخر. وغندير شويه تاع الملحه، غندهز واحد شويه نديرو في يديا هكا صافي. وغادي نغطي عليه واحد شويه طيب هاد البطاطا، وغادي نجي ندير المطيشه من بعد. من بعد ما طابت شويه البطاطا غادي ندوز ندير هاد الدويورات ديال المطيشه. غنديرهم كاملين غندورهم هكا باش تعطينا شويه الحموضه هاد المطيشه، الا ما كانت استغناو عليها. هاد الماء ديالها هنا غندير واحد شويه ديال القزبر باش يبقى هكا كيبان، القزبر والمعدنوس. وصافي وهاد الكفته راني درتها هكا كويورات صغيورين، غادي ندوز دابا نديرها هنا حتى هي غندورها خياليه، ماشي غادي نبقى نقاد فيها. صافي انا غنكمل هذا الكويورات على صغيورين باش اللي بغى يهز شي وحيده صغيوره يهزها، درت مع صغيورات يعني بلا ما يبقى الواحد يقطع. بعد ما كملتهم غادي نغطي عليهم وغنخليهم يطيبوا، غنقص عليهم ونخليهم يطيبوا حتى يطيبوا، غادي نرجع معاكم ان شاء الله باش غادي نطيب هذه الكفته ونرجع معاكم باش غندير البيض ان شاء الله. بعد ما طاب الطاجين هنا راه عندي ربعه البيضات، غندير فيهم واحد شويه ديال الملح على الملح صافي، ما غندير فيهم حتى حاجه اخرى. وغنخلطو مع شويه، ما غنخلطهمش مزيان، غنخلطو مع شويه باش يبقى داك الصفر باين صافي. وغادي نجي نخويهم هنا في الطاجين. غنخويهم هكا خليو داك الصفر يبان باش يبقى حتى هو تيبان زوين، تيبان الابيض والصفر تيبان زوين داك الديكور. هنا بغات تخليو هكا غتخليو، بغيتو تزيدو عليه الفرماج تزيدو عليه الفرماج، راه كيجي زوين حتى هو مع الفرماج. انا غنخليه هكا حتى الا بغاو ولادي راه يجيو الفرماج وهو سخون. ديالنا ها هو كيفاش كيجي فهاد البلاصه، راني درت واحد شويه ديال الفرماج راه مشات ليا اللقطه، درت فرماجه وحده قطعتها هكا وراه دابت وجات هكا شفتو اختياريه. هنا دار بيض هذا ماشي فرماج، كنتمنى يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش تدعموني باللايكات وباشتراك. ايوا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لايك لايك.